أنا تخرجت من هندسة قسم عمارة جامعة عين شمس سنة 1987. طبعاً وأنا خلصت الكلية كان كلي حماس لهندسة لعمارة بالذات، لأن أنا كنت بحب عمارة جداً. اتجوزت بعد ما خلصنا، زميلي في الكلية يعني أشرف لمعي، مهندس أشرف لمعي، إحنا بعد ما اتجوزنا طبعاً كان لازم نشتغل يعني أنا وهو. الشغل ده دي شركة ياباني، الكلام ده من سنة مثلاً 92. دي اللي كانت عز اهي، عز العرب اهي اهي. بصي حتى في اسم ياباني كده. ايوه اهي العمارات دي، خلاص وصلنا. كان شغلي عباره عن ان انا بنحاول ان انا المكتب الفني يساعد الموقع. شغل كان حلو قوي، كان مرتبه عالي جدا، وكانت شركه عاليه جدا جدا. المدير بتاعي كان عامل دكتوراه في اليابان، كان يقعد يقول لي اعتبري نفسك يا باشمهندسه اتخرجتي عندك الاستعداد تتعلمي، لكن انت مش متعلمه. فكانت الكلمه دي حلوه قوي بالنسبه لي، يعني يا انا هتعلم حاجه جديده. فكان كل واحد في الشركه دي بيضيف لك، كان ممكن افضل فيها لدلوقتي للنهارده. كان زماني بطلع السلم وبروح وبقعد في مكتبي، يعني كان هيبقى حلو لو كنت كملت، كنت فرحانه بيها. حاسه ان انا بتقدم، وحاسه ان انا ليا مكانه حلوه. اول حياتنا، اول حياه يعني اول حياه دي الواحد بيبقى متحمس قوي يتعلم اكتر ويدي اكتر، فكانوا الناس مقدرين كده قوي. الى ان جبت ماريا بنتي الكبيره. الشغل كان بعيد، بس كان كله بيشجعني لان شايفين ان انا مبسوطه يعني، والشغل حلو ومستقبل حلو جدا. فكان ماما وكلهم بيقولوا خساره شغلك يعني ما تضيعهوش. قعدت في الشغل شويه، وكانت ماريا بتكبر، بس ماما كانت متولياها. لحياه ما ماريا ابتدت تبقى الموضوع صعب شويه لماما، كانت تقول لي انا ما بقتش قادره، ماريا بقت صعبه قوي. ماريا مشيت في وقتها وكله، بس ما كانتش بتتكلم. قلنا عادي يعني، مش ممكن اي طفل يتاخر في الكلام. فابتدينا نحاول نوديها حضانات، لحد ما الحضانات نفسها ابتدت نلاقي معامله وحشه. يعني نلاقي مثلا ماما تروح فجاه الحضانه، او انا اروح مثلا اروح بدري واروح الحضانه، الاقي ماريا قاعده على جنب لوحدها، كل الولاد بيعملوا حاجه وماريا لوحدها. فنمشيها من الحضانه، نوديها حضانه غيرها، نقول الحضانه دي مش معتنين بيها. اخر حضانه وديناها قالوا لنا ماريا محتاجه علاج نفسي. ما كناش ملاحظين في البيت انها ابتدت يبقى ليها حاجات غريبه، ابتدت مشيتها تبقى غريبه. واحد صاحبنا بيقول لي ما تودوها عند دكتور كلام. قعدنا ندور على دكتور كلام، لقينا فعلا في حاجه اسمها دكتور تخاطب. وديناها وابتدت رحلتنا بقى. طلع ذكائها قليل قوي، فبقينا بنقول ايه، لا ده هو مش فاهم، ده هو مش عارف، يعني شكينا في قدرات الدكتور نفسه. كان في احساس جوايا انا ان لا كلامه صح، لان انا كنت ملاحظه التاخر بتاع ماريا، كانت مش راضيه تتعلم جديد. هي نفس اللعبه بتلعبها، وممكن تقعد تعيط لو انا وريتها ازاي تتلعب بطريقه تانية. ف ليه كده؟ فاقعد اقول ليه كده. كلهم كان رايهم ان يمكن انا لو قعدت لها في البيت يمكن تفرق معاها. دي كانت النقطة الصراعي الجامد جدا جدا جدا، ازاي اقعد في البيت، ازاي شغلي يعني ازاي اسيب شغلي. يعني اضطريت طبعا اسيب شغلي، رغم ان دي كانت حاجة يعني كانت حاجة بايخة جدا جدا، حاجة بالنسبة لي انا صدمة يعني. ابتديت اعمل لها حضانة في البيت، ولاد بوابين كده جنبنا يجوا نقعد نلعب مع بعض. ماريا كان عندها لعب كتير قوي، برضو اخش عليهم الاقيهم هم بيلعبوا وسايبين ماريا. بقيت عارفه خلاص ان ماريا عندها احتياجات خاصه، فكنت اسمع عن اي حاجه فيها محاضره كنت انط فيها، كنت اروح على طول. عايزه اتعلم، انا اللي عايزه اتعلم بقى. كان شاغلني قوي هي ايه، كانت شغلاني جدا. لحقت ما واحده ست عندها بنتين احتياجات خاصه راحت قالت لي انتي عايزه ايه، يعني بتدوري على ايه؟ قلت لها انا عايزه اعرف انت ايه.
راحت قالت لي هتفرق معاكي ايه المسمى يعني؟ بنتك عايزه رعايه. الجمله دي اثرت فيا دلوقتي وفي امهات كتير قوي. هي مش قادره تمشي، طب احنا هنروح نجري في الجناين. هي مش قادره تطلع السلم، طب هنروح نطلع السلم الزحلي او ننزل. كنا نسافر، انا افضل مع مريم في البسين طول الوقت. قلت لهم طب يعني ليه مريم ما تتدربش سباحه؟ ابتديت انا الف على اماكن احاول ان انا اخد مدرب، قلت له هندربها وانا هساعدك. رفض رفض. قعدت سنه اقول له يا رب انا نفسي ادربها سباحه، لحد ما لقيت المدرب ده بيدرب احتياجات خاصه. قلت له انا هساعدك، انا عايز اعلمها سباحه وخلاص، عايزاها تنبسط. بعديها بكام سنه سافرنا انجلترا، سالتهم سؤال، قلت لهم لو كنت موجوده هنا من الاول، من اول ما اتولدت، كان ايه اللي كان المفروض اعمله وما عملتهوش؟ قالوا لي انت عملتي اهم حاجه السباحه، لان هي كده هي بتمشي وبتتحرك. ابتدى البسين يقفل في وشنا، بسين دافي في الشتاء مهم قوي لعضلاتها وكده، بيقولوا مثلا فلان الفلاني بيعوم واحنا قافلين البسينات ممنوع الدخول. كنت ساعات اطلع معيطه يعني، اروح البيت اقعد اعيط اقول هم ليه بيعملوا كده فينا. طبعا كان اللي بيمتص هذه الصدمات كلها اشرف. كنت اروح طبعا اعيط، اشرف شايفني بعيط كان متضايق قوي، فراح قال لي طب ايه رايك بقى انا هعمل لمريم بسين، وصمم ان هو يجيب ارض يبني فيها بيسين بس، يعني يمكن مش هنقدر نكمل فيلا او نكمل اي حاجه في الارض. فعمل بيسين، هو بيقول انا عملت بيسين وعليه فيلا، حتى نص الارض تقريبا واخد تلت الارض عامل فيها بيسين يعني. فبقى تحسي ان هو من يعني من مشكله صغيره في حاجات احلى ظهرت. فكان طبعا دي من الحاجات الحلوه اللي مرايا كانت سبب فيها يعني. وتقول يا سلام احلى الايام، فين التدبير يا دوبك كبير، دي من احلى النونو انشاط كتير. كان في مركز بنحاول ندخل فيه مريا، وبعدين ما وافقوش لان هو كان المركز الوحيد في مصر يعني اللي شغال، فطبعا كل الناس عايزه تخش. فكنا نويت انجليزي يمكن 420، حيت ما واحدة ست جوه، أنا بقى بفتكر إن أنا هجيب يعني واسطة تدخلني. قالت لي منال افتحي لنفسك حاجة. قلت لها لا مش هفتح، أفتح ليه يعني؟ فكان في مركز بعد الظهر بودي فيه مريا، لحيت ما المركز ده قالوا لي لو سمحتي ممكن تروحي دلوقتي لأن إحنا سعرنا بقى كذا. سعرنا بقى كذا، طب خدوا مريا وهجيب لكم الباقي بكرة، بقية الفلوس لا لو سمحتي إحنا آسفين. طبعا اشرف اتضايق جدا جدا من الحركه دي. قال لي انا قلت لك كم مره تفتحي المركز؟ قلت له يا اشرف انا يعني مش كفايه اللي انا فيه. اشرف كان دايما تفكيره امال يعني احنا لو بندفع امال الغلابه يعملوا ايه؟ كنا نقلنا شقه ثانيه، وقال كل اب مسؤول ان هو يعمل لابنه شقه. دي شقه مريا وملايكتها وملايكه اصحابها. فقال لي الشقه عندك، كنا موضبينها ومجهزينها بس انا اللي مش راضي افتحها. قال لي بكرة هتفتحيها، كانت كلمة. بكرة خدت لعب مريا شنط ونزلت فتحت المكان. كانوا الناس مبسوطة من فكرة أم بتفتح مكان، قالوا دي هتحس بولادنا. فكانت الأمهات بتجيلي، كنت باخد شديد إعاقة بس، ودي كانت حاجة طبعا موقفة الدنيا جدا، لأن شديد إعاقة عايز مجهود جامد جدا، بس هو ده خبرتي كلها، ودول اللي مالهمش مكان. ما كنتش برضه أخد حد غير لما أجيب الحد اللي بيفهم له، يعني الولاد دول لو حطيت لهم أكتيفيتي صح هيبقوا مستمتعين بيها، حطي أكتيفيتي أعلى منهم أو أوطى هيبقوا متعبين جدا. يمكن من الحاجات اللي كانت مشجعاني شوية، مرة قاعدين في ليلة عيد بنتعشى مع بعض، لقيت حد مرات اخو يعني وكده بتقول مش ملاحظين حاجه، فبنقول لها ايه؟ تقول مريا قاعده معانا عادي جدا على السفره بتاكل معانا، كلنا قاعدين مع بعض. كان زمان السنه اللي فاتت واللي قبلها كانت مريا قاعده، مريا ومنال قاعدين في اوضه لوحدهم، منال بتاكل مريا عشان مريا ما تقلبش الترابيزه. لما قالوا كده راح كلهم قالوا اه، كان تشجيع جامد جدا ليا، لا دول بيفرقوا، الولاد دول بيتعلموا، بس عايزين صبر وعايزين وقت
انا كان في مخي ان انا عايزه بنتي تعيش حياه طبيعيه، فكانت دي فكره شغلاني قوي. اشمعنى هي؟ يعني في الشركه الياباني كنت خدمت نفسي، خدمت بيتي، لكن بالمركز لا، خدمت يعني خدمت ناس اكتر، ما حققتش كل اللي كان يعني كل اللي انا كنت نفسي احققه. مبسوطه بالنتيجه لان من ماريا في ناس كتير قوي استفادت، وناس كتير استمتعت بحياتها، وامهات كتير ارتاحوا لان ولادهم موجودين في مكان حاسس بيهم، حاسس بالام، حاسس بالاولاد.